الجزر. يعتبر الجزر من محاصيل الخضار الجذرية الهامة لقيمتها الاقتصادية والغذائية العالية لاستعمالاتها المتعددة، لهذا يجب اتباع الأساليب الصحيحة في تجهيزه للتسويق. مؤشرات النضج: بعد 3 إلى 4 أشهر حسب الصنف والظروف الجوية. الجذور: حلوة الطعام، تصل إلى حجم ودرجة امتلاء مناسبة، شكل متجانس ولون ممثل للصنف. دلائل جودة المحصول: شكل الجذر غير ذابل أو متهدل، الجذر مستقيم وغير متشعب، زيادة محتوى الجذور من الرطوبة مع السكريات المختزلة وانخفاض المرارة، لا يوجد بالجزر أكتاف خضراء أو قلب أخضر عند التعرض للشمس أثناء مرحلة النمو. تخزين المحصول: يخزن من 3 إلى 5 شهور، درجة الحرارة المثلى من 3 إلى 5 درجة مئوية، درجة الرطوبة النسبية من 98 إلى 100%. النقل: ينقل بواسطة وسائل نقل مبردة إلى الأسواق، يحفظ في مخازن مبردة بالقرب من الأسواق لحين بيعه.